إذن نكمل في موضوع مراجعة على موضوع البرايمري سيدمنتيشن، لأنه هذا الحكي أخذناه في بيئة واحد. حكينا إنه في عندنا four types of sedimentation أو four types of settling. type one كل بارتكل تشتغل لحالها، type two بتجمعوا على بعض، type three بيكون في عندنا زون طبقة، type four بيكون في عندنا compression. وحكينا إنه من ناحية نظرية إذا من نشتق معادلات لتايب one بنمثلها ككرة وبنشوف شو القوة اللي بتأثر عليها وبنعمل إكوليبريم لهاي القوة ومنها بنحسب الـ VS settling velocity. الآن هاي settling velocity بإيش تلزمنا؟ settling velocity هي والـ overflow rate بحددوا الـ percent removal، وهذا اللي بدنا إياه إحنا كمهندسين. أنا بدي الفعالية الـ efficiency تبعت هذا الـ sedimentation tank، فبدي أشوف كم نسبة المواد الصلبة اللي بتنزل اللي بنسميها الـ percent removal الـ P. بتتذكروا في بيئة واحد حكينا إنه الـ P percent removal يساوي VS على V نوت ضرب 100%، تمام؟ هذا اللي أخذناه في بيئة واحد. فـ VS مش أنا اللي بتحكم فيها، ولا شو اللي بتحكم فيه أنا؟ V نوت، لأنه V نوت شو تساوي؟ V نوت، V نوت اللي هي الـ overflow Q على A، أي A؟ surface area، على surface area. الآن أنا اللي بصمم الـ surface area بناءً على الـ VS اللي موجودة عندي، تمام؟ إذا أنا عندي type 1 sedimentation بحسب منه الـ VS وبشوف كم الـ percent removal اللي بدي إياه، ومنها بناءً عليه بصمم الـ V نوت. الـ V نوت هي تعتمد على الـ Q والـ surface area، وطبعاً الـ Q الخمس خطوات اللي أخذناهم من أول الفصل، والسيرفس اريا انا اللي بختاره. اذا هذا تصميم، هاي طريقه التصميم يعني بشكل عام. يعني طبعا في عندنا انواع، في عندنا هوريزونتال، في عندنا سيركولار، في عندنا اب فلو كلاريفاير، في عندنا هوريزونتال فلو، في انواع كثير اخذناها سابقا في بيئه واحد. بدناش ندخل في التفاصيل. طبعا هذا الفي نوت اللي حكينا عنها، الكيو على السيرفس اريا، واثبتنا انه ليش لازم تكون الفي اس اكبر من الفي نوت عشان يصير في عندنا ترسيب عشان تترسب. ووصلنا لهي المعادلة P percent removal يساوي VS على V نوت ضرب 100%. وأخذنا عليها أمثلة. type 2 sedimentation البارتكلز تجمع على بعض. شو اللي جمع البارتكلز على بعض؟ إزالة الشحنات، لأنه الشحنات هي بتخليها تبعد عن بعض. إزالة الشحنات لها عن طريق الكواجوليشن فلاكيوليشن. إذا هذا الإشي بيتم في الكواجوليشن فلاكيوليشن. بعد الكواجوليشن فلاكيوليشن في عنا سيدمنتيشن. إذا السيدمنتيشن اللي بيتم بعد الكواجوليشن فلاكيوليشن هو type 2 سيدمنتيشن مش type 1 سيدمنتيشن. type 2 سيدمنتيشن أحسن من type 1 ولا مش أحسن؟ وليش؟ بالنسبة لنا كمهندسين يعني إذا نفس البارتيكلز مين أحسن إنها تترسب type 1 ولا type 2؟ إذا نفس البارتيكلز تايب 2. ليش؟ صح نظريا صحيح، بس خلينا نشوف من ناحية معادلات. الآن في تايب 2 زميلكم حكى البارتكلز تجمع على بعض، إذا الدايمتر تبعها بزيد، تمام؟ إذا زاد الدايمتر شو بصير في السيتلينج فيلوستي؟ بتزيد السيتلينج فيلوستي، صح؟ اذا بترجع ارجع للقانون تبع نيوتن او قانون فيصل اللي سميناه، تلاقي انه الدي في المقام تبع السيتلينج فيلوستي، تمام؟ اذا زادت السيتلينج فيلوستي شو بصير عندنا في البيرسنت ريموفال؟ بالضبط، لانه البيرسنت ريموفال يساوي في اس على في نوت ضرب 100%. إذا الـ percent removal بتزيد. أو إذا أنا بدي أثبت الـ percent removal بالضبط، إذا بدي أثبت السيرفس عفوا الـ percent removal، يعني مطلوب مني أعمل مثلا percent removal 70%، هيك المواصفة بتحكي. فأنا إذا زادت الـ VS شو لازم يصير في الـ V نوت عشان نثبت هاي؟ بدها تزيد، صح؟ إذا زادت الـ VS تزيد الـ V نوت، إذا الـ V نوت بدها تزيد. إذا زادت الـ V نوت شو بصير في السيرفس اريا؟ V نوت يساوي Q على السيرفس اريا. إذا السيرفس اريا
بيئه اقل، عشان هيك احسن لي بالنسبه كمهندس، مش انا اقل السيرفس اريا، قللت السيرفس اريا وحافظت على البيرسنت ريموفال. اذا عشان هيك في ادفانتجز لتايب 2، عشان هيك بنعمل كواجوليشن فلكيوليشن. تمام. اذا البينيفيتس انه كومبينيشن اوف سمولر بارتيكلز تو ميك لارجر بارتيكل ريزلت ان فاستر سيتلينج سلج. تايب 3 هو هندرد سيتلينج. طب بس نتذكر تايب 2 زي ما حكينا افتر الوم اور ايرون كواجوليشن. شو الالوم والايرون كواجوليشن؟ اللي هي الالوم اللي هو الماده اللي كنا نضيفها اللي هو كواجولانت، صح؟ تذكر لما اخذنا الكواجوليشن ضفنا ماده كيميائيه، هاي الماده اللي هي الومنيوم سلفيت، هايدريتد الومنيوم سلفيت، تذكروا الالوم سميناها الالوم. الان كمان ممكن نضيف ماده ثانيه شهيره حكينا لكم اللي هي الفيريك كلورايد اف اي سي ال 3. اف اي سي ال 3 هاي اللي بسموها الايرون كواجوليشن. اذا الكواجول السيدمنتيشن اللي بيجي بعد الكواجوليشن او الفلكيوليشن هو تايب 2. اذا بنحكي عن امثله على تايب 2. غير هيك في الويست ووتر في البرايمري سيتلينج او برايمري سيدمنتيشن اللي احنا قاعدين ندرس فيه الان هو برضه تايب 2. اذا تايب 2 احنا اللي بدنا نصممه الان الخزان هو بيشتغل على تايب 2 سيدمنتيشن. وفي السيتلينج تانكس افتر تريكلينج فلتريشن، بتذكروا تريكلينج فلتريشن اللي هي الاتاتشد جروث، حكينا انه في عندنا نوعين، في سسبندد جروث في عندنا اتاتشد جروث. في الاتاتشد جروث لما البكتيريا اللي زادت عن الصخور هاي طبقة السلايم هاي بتنزل مع المي وبتروح، لما المرحلة اللي بعدها لازم نرسب. اذا برضو هاي بيكون تايب 2 سيدمنتيشن لانها بتجمع على بعضها. وكمان in upper portion of secondary clarifier after activated sludge treatment، في بعض اجزاء الactivated sludge السكندري clarifier اللي في الactivated sludge بعض اجزاءه يستخدم تايب 2 وبعضه بيكون تايب 3. تايب هاي حكينا عنها. تايب 3 اذا امثله عليها، تايب 3 هي زي حكينا زي كاسه القهوه، كيف بتصير بتنزل كطبقه البارتكلز. امثله عليها سيتلينج لايم سودا اش سيدمنتيشن. شو اللايم سودا اش هذا وين مر علينا؟ في ايش؟ مر علينا مواد بناء بس مر علينا في بيئه واحد حكينا عنه. ليش؟ ليش بتلزمنا؟ شو بنستخدمه؟ بالضبط معلش الهاردنس السوفتنج، تذكروا السوفتنج كنا نضيف لايم وصودا اش عشان نرسب ايش؟ عليكم السلام. عشان نتخلص من ايش؟ من الهاردنس. شو هي الهاردنس؟ صورة المية اللي هي شو التكلس حكينا هاي قبل ما اخذنا بيئة واحد كنا نحكي عنها تكلس، بعدين صرنا نفهم اكثر. شو هي؟ بالضبط امثلتها كالسيوم ومغنيسيوم. بالضبط ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم. تنسوش هاي شغلات اساسيه، في مبادئ اساسيه هاي ممنوع تنساها، حرام تنساها، لانه لما تتخرج بكره وانت مش عارف شو معنات الهاردنس وانت ماخذ بيئه واحد وبيئه اثنين مصيبه هاي. لازم تعرف شو الهاردنس. زمان وانت صغير كنت تعرف تكلس، اي واحد بالشارع احكي له مال هالمي ليش هيك الخز السخان بحكي لك تكلس. طب انتم هسه صرتوا تعرفوا ومتنا واحنا نشرح فيها ونحكي لكم انه هذا التكلس هذا مصطلح عامي، اللي ما بيعرف بحكي تكلس عنها، مش تكلس اسمها هاردنس، عسر الماء ناتجة من أيونات الموجة متعددة الشحنات وبالذات الكالسيوم والمغنيسيوم. تمام. كيف نتخلص منها؟ عن طريق اللايم والصودا آش. واخدنا كيف. طيب في الاكتيفيتد سلج كمان سيدمنتيشن بيكون تايب 3، والسلج ثيكنرز، سلج ثيكنرز اللي هي العملية اللي بنتخلص فيها من المية من السلج. البارتيكل سيتل از زون اور بلانكت، هاي مميزات تايب 3 سيدمنتيشن. تايب 4 لما يكون في عندي كومبريشن سيتلينج بسموها، بكون عندي تركيز البارتيكلز كبير بتضغط على المي فالمي بتطلع من بين البارتيكلز. تمام، مش انه البارتيكلز تنزل من المي، هاي تايب 4. الان البرايمري سيدمنتيشن هذا اللي احنا بنركز عليه حتى الان، لحد هون كل هذا اخذناه سابقا، هاي مراجعه سريعه لبيئه واحد. الان بدنا نركز على بيئة 2 على البرايمر سيدمنتيشن تانك. للتذكير هي المرحلة اللي بتيجي بعد البريليمري، هي أول مرحلة متخلص فيها من المواد العضوية. أي مواد عضوية اللي متخلص منها هون اللي مالها؟ اللي مش ذائبة سسبندد. الذائبة هون ما متخلص منها لأن هون بدنا نرسب، الذائب ما بترسب.
أول مرحلة متخلص فيها من المواد العضوية العالقة، تمام؟ suspended. فهاي هي اللي بسموها البرايمري سيدمنتيشن تانك، PST رمزه، نرمز له دائما. في هاي المرحلة نتخلص من تقريبا 30-40% من البي او دي، وتقريبا 50-70% من تي اس اس. شو هي تي اس اس؟ توتال سسبندد سول. اذا هاي مرحلة مهمة، مرحلة مهمة جدا هاي، مرحلة البرايمري سيدمنتيشن. والحلو فيها انه ما بلزمك تهوية، بس بتستخدم قوى الجاذبية، القوى المجانية اللي اعطانا اياها ربنا. ما بلزمك تدلع بكتيريا واعطيها مش عارف تمبريتشر مناسب، واعطيها بي اتش مناسب، واعطيها مغذيات، واعطيها مش عارف ايش، واعطيها مش عارف ايش عشان تنبسط البكتيريا. لا، هون فيش ولا بكتيريا ولا اشي، هون تترسب لحالها، تمام، عن طريق قوى الجاذبيه. طبعا بالديزاين دي كويس، يعني مش انه مش لحالها تترسب لحالها، كان بلزمناش نعمل ديزاين. لا، احنا بدنا نعمل ديزاين بحيث انها تترسب لحالها. سيتلد سوليدز اللي ترسب، هذا السلج، هذا بسموه برايمري سلج. هذا بيختلف عن السلج او المواد الصلبه اللي نتجت من جريت تشامبر مثلا. شو الفرق بينهم بالضبط؟ هاي مواد اللي في البرايمري سيدمنتيشن تانك مواد عضويه قابله للتحلل، يعني لها ريحه، بتعفن، بتعمل امراض، بتعمل مشاكل. اللي طلع من الجريت تشامبر رمل وحصى وبذر ومش عارف ايش، مواد غير عضويه، مواد غير قابله للتحلل، تمام. اذا في فرق بين هاي وهاي. هذا السلج اللي طلع من البرايمري سيدمنتيشن تانك لازم نعالجه، نوديه على معالجة السلج. اللي طلع من هناك خلص اغسله، وديه على المكب، وديه على الارض اذا كان عندك رمل وحصب، عادي تمام، يعني ارصف في الشوارع اللي بدك اياه، تمام. لكن هون مواد عضوية غير مواد عضوية قابلة للتحلل، اذا لازم تعالجها اولا. كمان برضو في هاي المرحلة ممكن يكون في عنا زيوت وشحوم وشغلات طافية على سطح المي. هاي برضو في البرايمري سيدمنتيشن تانك ممكن نتخلص منها عن طريق قشطها عن سطح الخزان. يعني هذا الفرق الأول بين البرايمري سيدمنتيشن تانك وبين السيتلينج تانك اللي موجود في الووتر اللي أخذناه في بيئة واحد. يعني كديزاين اثنين نفس الديزاين تقريبا، من ناحية هيدروليكس، من ناحية أبعاد نفس الإشي، لكن في بعض الشغلات ما كانتش موجودة عندنا هناك، زي مثلا الزيوت والشحوم. هاي المي العادية، المي اللي ماخدها من النهر ولا من البحيرة، ما فيها زيوت وشحوم وشغلات طافية على سطح المي وخبث وزي هيك، تمام. هنا فيه، هذيك ما فيها روائح، هنا فيه. إذن هنا بدك تعمل مثلا other control في primary sedimentation tank، تمام. ولا الديزاين هو نفسه، تفضل. suspended solids لانه لسه في كمان عندنا سيديمنتيشن بعد السكندري تريتمنت. بعد السكندري تريتمنت، بعد ما تاكل البكتيريا، مش بيظهر عندنا كمان سلج جديد، لان هذا السلج الجديد بيسحب معه البقيه. ولسه كمان اذا انت بدك توصلها لمرحله احسن واحسن، في التيرجري تريتمنت بيعملوا فلتريشن لها، بيعملوا زي محطه نابلس الغربيه، في عندنا ساند فلتريشن. هاي خلص بعد ساند فلتريشن بضلش ولا شيء، سسبندد سوليد تقريبا كلياتها بتروح، ما بضل ولا شيء فيها. لكن صحيح كلامك، الاغلب نتخلص منه هون في هاي المرحله، تمام. زي ما حكينا ممكن يكون في عندنا سيركولار او ممكن يكون في عندنا هوريزونتال. السيركولار زي ما انتم شايفين، شو هذا التراس هذا اللي موجود هون؟ عشان لتجميع السلج اللي نتج في القاع، مش مواد بتترسب هون، بيجمعوا بكشطوا هيك دائري وبيجمعوا في هذا الهابر، بسموه هابر. هذا الهابر في عندي بايب بودي على السلج. هون عندي السيركولر، عفوا الهوريزنتال. الهوريزنتال هذا التوب فيو له، وهذا البروفايل. لان التوب فيو من هون تدخل المي، بضلها ماشية، طال ما هي ماشية المي بتتنازل منها، تتساقط منها، تترسب منها اللي هي المواد الصلبة. هي ماشية المي والمواد الصلبة تترسب، ماشية المي والمواد الصلبة تترسب. يعني كيف منجمع المواد الصلبة؟ بالحزام هذا اللي انتم شايفينه، هذا الجنزير بكشط بشكل عكسي، بنزل برجعها بشكل عكسي، وبرجعها وين؟ على الهابر اللي هون. اذا هذا هو الهابر اللي بجمع السلج، وفي عندي بايب بطلع على السلج تريت. بالضبط. هو لانه جريت ريموفال في هناك
سيدمنتيشن وهون في سيدمنتيشن، بس الفرق انه في الجريت ريموفال سيلكتد سيدمنتيشن. يعني هناك تذكروا الغطاتين اللي حكيناهم، في شيء بده يستقر وفي شيء لازم يمشي، لان الشيء اللي مشى من الجريت ريموفال هون بنرسمه. بس كمبدا في انواع من انواع الجريت ريموفال الاربعه، واحد منهم اللي هو اللونج هوريزونتال، نفس هذا نفس الشيء تقريبا، لكن السرعات اللي فيه مصممه بحيث انه في شيء يضل وفي شيء يمشي. تمام، هاي شكله. طب مين بيحكي لي ليش لازم يكون شكله مستطيل مش مربع؟ ادق بيمنيش، ادق بيمنيش يكون مربع، لانه لما يكون مربع انا بيمني يكون طويل الاشي عشان يترسب الاشي، ياخذ فتره زمنيه اطول. ماشي، في مصطلحات الماس بالانس. ايوه بالضبط، بدي اياه يكون بلاج فلو مش ميكست، مش سي ام اف ار. دائما ذكروا اي شيء بده يكون فيه ميكسينج بروح وديه على سي ام اف ار، اي شيء بده يكون عكس الميكسينج بده يكون بلاج فلو بي اف ار. اذا البلاج فلو شبيه في المستطيل، لانه انا هون بدي اعمل مش ميكسينج، انا بدي اعمل سيبريشن، بدي افصل، بدي اعمل عكس الميكسينج، فاذا لازم يكون هيك. وهذا اللي بتذكروا سميناهم الترافس اللي هي اللاوندرز، اللاوندرز هاي اللي لها ويرز على اطرافها، بتتذكروا خدوها جبناها بالامتحان في بيئه واحد. هاي اللاوندرز هي اللي بتجمع المي النظيفه في اخر الخزان، المي بتمشي من هون لهون. الان في اخر الخزان المي النظيفه تطلع من فوق صح، فبتدخل في هاي القنوات وبتتجمع في قناه رئيسيه، وبعدين بتروح على المرحله اللي بعدها على السكندري. تمام، هيك بكون. هاي صور اخرى، هذا اللي هو الوير، هاي اللي فيها حرف الفي، هذا هو الوير، بالعربي بسموه الهدار، الوير اللي بدخل المية على اللاوندر. اللاوندر اذا هي القناة، الوير هو حفة القناة. اذا هاي بس برضو صور اخرى للهوريزونتال فلو. بغض النظر كان عندي هوريزونتال فلو ولا سيركل فلو، العامل الاساسي للديزاين الشيء اللي سميناه الاوفر فلو ريت اللي هو الفي نود. الفي نوت هو العامل الاساسي، واثبتناها في بيئه واحد انه سواء كان عندي هوريزونتال فلو ولا فيرتيكال فلو، الفي نوت هي نفسها الكيو على السيرفيس اريا، وهي الاساس الكيو على السيرفيس اريا بالحالتين، الكيو على السيرفيس اريا بالحالتين، الكيو على السيرفيس اريا. الان في عندنا ديزاين كرايتيريا، الوير لودينج طبعا اللي هو يساوي الكيو على الميتر على الـ على الـ على اللينكس على اليونت لينكث للوير. تذكروا قسمناها على عدد الخزانات، بعدين على عدد اللاوندرز في كل خزان، بعدين على اثنين لانه كل لاوندر له اثنين، هاي لما حسبنا الكيو، بعدين على طول اللاوندر عشان بالمتر الطولي. تمام، هاي لا مش لازم تزيد عن حد معين. ليه؟ لانه اذا زادت عن حد معين هذا الوير ما بصير يجمع المية بالصوره اللي بدنا اياها، وممكن اصلا تاثر على الماتيريال تبعته. تمام، فهاي الوير لودينج. الان بنيجي للديزاين كرايتيريا. في الديزاين كرايتيريا في عندنا شغلتين، في عندنا الفي نوت والتي نوت، التنتين مرتبطات في بعض بشكل كبير. الان هذا الجدول مهم لازم نفهمه مظبوط. للاسف بدي احاول، مش عارف ليش هذا محطوط تنتين سلايدين مش سلايد واحد. الاوفر فلو ريت اللي هي الفي نوت، والديتنشن تايم اللي هي تي نوت، تمام، او ديتنشن بيريد، وهذا الدبث. الان خلينا نشوف هذا الجدول بغض النظر عن الارقام، بدنا نشوف شو معنات هاي الارقام. اول شيء خلينا نشوف شو بصير كل ما زدنا الاوفر فلو ريت، هل بيزيد الديتنشن تايم ولا لا؟ بزيد ولا بقل؟ بقل. ليش؟ كل ما زدنا الاوفر فلو ريت بقل الديتنشن تايم. خلينا نرجع هون، حكينا انه الفي نوت يساوي كيو على السيرفيس اريا، والتي نوت شو تساوي؟ في على كيو. بنفس المنطق اللي هون، خلينا بس نمحى هاي،
احنا حكينا انه في نوت زد اذا زاد الفي نوت شو بصير في السيرفس اريا؟ اذا ثابت الكيو ثابت الكيو احنا ما بنتحكم فيها، احنا بنتحكم في السيرفس اريا صح؟ على اعتبار انه الكيو هي جاي من جايتنا من البلد مش احنا نتحكم فيها. اذا زادت الفي نوت السيرفس اريا بتقل تمام. اذا قلت السيرفس اريا شو بصير في الفوليوم؟ اذا قلت السيرفس اريا الفوليوم بده يقل مظبوط. واذا قلت الفوليوم شو بصير في التي نوت؟ التي نوت كمان بتقل. اذا المنطق بيحكي انه كل ما زادت الفي نوت الاوفر فلو ريت بقل الديتنشن تايم، علاقه بينهم عكسيه. هدول التو فاكتورز هم اللي بياثروا على البيرسنت ريموفال، بياثروا بشكل اساسي بشكل مباشر حنشوف كمان شوي على البيرسنت ريموفال تمام. طيب نلقي نظره اخرى على الجدول. اذا زاد الدبث مع تثبيت الاوفر فلو ريت الفي نود شو بصير في الديتنشن تايم؟ بزيد. واضح انه كل ما زاد الدبث الديتنشن تايم بزيد بقل. خلينا نثبتها برضو رياضيا من المعادلات اللي معانا. الدبث زاد، زاد الدبث، اذا شو بصير في الفوليوم؟ بزيد الفوليوم. اذا شو بصير في الديتنشن تايم؟ بزداد. نلقي نظرة أخرى على الجدول. حكينا إذا زاد الأوفر فلو ريت شو بصير في بقل الديتنشن تايم، وحكينا إذا زاد الدبث شو بصير في الديتنشن تايم بزيد الديتنشن تايم. أتوقع إنه يعني بكفي هيك. الآن هذول الرسمتين مهمات جدا. الرسمة الأولى تعطينا علاقة الـ percent removal مع V node، والرسمة الثانية تعطينا علاقة الـ percent removal مع T node. الآن قبل شوي حكينا إنه في معادلة بتحكي إنه الـ V percent removal يساوي VS على V node ضرب 100%. هاي معادلة مهمة جدا بتفهمنا الوضع اللي بصير. معادلة هاي تحكي لك انه انت بتقدر تحسب البيرسنت ريموفال، يعني اذا اجى عندك مي البارتكلز اللي فيها عارف لهم الفي اس وانت عارف ابعاد الخزان في هذا المي، اذا بتقدر تحسب ايش الفي نود، اذا بتقدر تحسب منها البيرسنت ريموفال. هاي سؤال تحليل. او اذا حكى لك صمم لي خزان يشيل لي 70% من البارتكلز اللي الفي اس الها يساوي كذا، تقدر تصممها، تقدر على بناء على الفي نود اللي هي السيرفس اريا تمام. اذا هذا هاي المعادله بتنفع للتحليل وللتصميم بشرط انك تكون عارف الفي اس. لكن الفي اس احنا حسبناه قانون نيوتن وقانون فيصل صح، لكن شو المشكله كانت لحبه واحده، حبه بارتكل واحده تمام. هاي البارتيكل اذا انت عارف ابعادها الدايمتر الها وعارف الكثافه تبعتها وعارف كثافه الماي، تقدر تطبق القوانين وتوجد الفي اس. لكن للاسف
حتى لو عندنا تايب 1 ما بنضمن انه كل البارتكلز، اكيد مش كل البارتكلز لهم نفس الديامتر. هاي اذا كان عندي تايب 1. طب اذا كان عندي تايب 2 الموضوع بصير اعقد، بصير بارتكلز تجمع على بعض. شو بعرفني شو يعني مثلا في تايب 1 اذا كان في عندي توزيع بنعمل سيف اناليسز، زي السيف اناليسز يعني بسموه كولوم تيست، بنعمل توزيع للبارتكلز تقريبا من بنقدر او بنحسب حساب الفي اس منها. لكن اذا تايب 2 هذا شبه مستحيل، فبدنا تجارب اعقد شوي. اذا تايب 3 اصعب واصعب، تايب 4 اصعب واصعب. اذا هاي المعادله ما بنقدر نستخدمها. مهمه جدا للفهم عشان فرجينا شو اللي بصير، لكن ما بنقدر نستخدمها لحساب او للتصميم، ده للتحليل والتصميم. اذا بنلجا ل charts زي هيك. هذا chart بحكي لك انه كل ما زاد الاوفر فلو ريت شو بصير في البيرسنت ريموفال؟ بتقل. طب هات نثبتها. بتعرف عجبتكم شغله الطالة واللازم نشوف الاوفر فلو ريت في نوت. اذا زادت الفي نوت شو الاوفر فلو ريت شو تساوي؟ الكيو على السيرفيس اريا، صح؟ اذا السيرفيس اريا شو بصير فيها؟ بتقل، مظبوط. سيرفيس اريا بتقل. اذا قلت السيرفيس اريا شو بصير في الفوليوم؟ لا يمكن هاي جزء اوضح من غير ما نعقدها. الاوفر فلو ريت اذا زادت الاوفر فلو ريت، اذا زادت الاوفر فلو ريت والفي اس ثابته مش احنا اللي متحكم فيها، شو بصير في البيرسنت ريموفال؟ بتقل. فهي بدهاش يعني عفوا بنزمناش يعني نعقدها شوي. هاي واضحه، هاي الرسمه واضحه. اذا زادت البيرسنت ريموفال مع تثبيت اذا زادت الفي نوت مع تثبيت الفي اس، الفي اس انا ماليش علاقه فيها، شو بصير في البيرسنت ريموفال؟ بتقل. وهينا واضحين، واضح معنا سواء كان عندي بي او دي ولا تي اس اس، التنتين بقل البيرسنت ريموفال فيهم. يعني هاي كيف ممكن استخدمها للديزاين؟ هاي الرسمه، وهذا اللي حتستخدموه في المشروع تبعكم وفي الامتحان. بكون معطيك مثلا انه البيرسنت ريموفال اللي مطلوب منك في البي او دي مثلا 30%، فبتروح على 30%، اذا لازم تكون الفي نوت عندك كم؟ 50، صح؟ اذا الفي نوت اللي بدك تصمم عليها 50. الكيو بتكون اصلا انت عارفه، انت حسبتها، مش حسبتوها للقريه تبعتكم كم الكيو؟ الكيو ديزاين. من الكيو ديزاين بتحسب ايش؟ سيرفيس اريا، تمام؟ اذا الاريا اللي بتلزمك للديزاين هي هاي اللي موجوده معك، هنستخدمها الان في المثال. طيب اذا طب والديتنشن تايم شو علاقته في البيرسنت ريموفال؟ كل ما زاد الديتنشن تايم بتزيد البيرسنت ريموفال. نرجع لقانون الديتنشن تايم. الديتنشن تايم شو بحكي؟ في على كيو. حكينا كيو مش احنا اللي بنتحكم فيها. اذا زاد الديتنشن تايم شو بصير في الفي؟ بتزيد. اذا زاد الديتنشن تايم او عشان نزيد الديتنشن تايم بدنا نزيد الفي، صح؟ اذا زادت الفي اذا زادت الفوليوم شو بصير في الفي نوت؟ بتزيد السيرفيس اريا، صح؟ إذا زادت السيرفيس اريا الفي نوت بتقل. إذا قلت الفي نوت بتزيد البيرسنت ريموفال، تمام؟ إذا زادت التي نوت بتزيد البيرسنت ريموفال. إذا زادت التي نوت بتزيد البيرسنت ريموفال، وهذا الحكي واضح موجود عندنا، تمام؟ فهمنا ليش؟ شو العلاقات بينهم؟
هاي برضو هاي الرسمة برضو مهمة جدا للديزاين. يعني detention time انت برضو بتصمم detention time يساوي ال V على Q، الفوليوم الخزان على ال Q للخزان. الآن نيجي لل design factors الكرايتيريا. غير ال T note وال V note بلزمنا كمان نصمم ال wear loading. ال wear loading اللي هو ال Q على ال unit length لل wear. ال wear اللي هو حفة اللاوندر، هذا مش لازم تقل عن 370. طبعا dimensions للخزان typical values من 10 ل 100 length، length to width ratio، length to depth ratio. ليش لازم يكون في عندي length to width لازم يكون اكثر من واحد، واللينث تو depth لازم تكون برضو اكثر من واحد عشان نضمن انه ايش plug flow، عشان plug flow يكون مش بس rectangular برضو هيك كمان زي البايب. يعني ممكن يكون rectangular لكنه very deep، اذا كان very deep بطل يصير في عندي بلاك فلو، ممكن يصير في عندي ميكسينج. احنا ما بدنا يصير في عندنا ميكسينج. اذا هاي ابعاد، هاي للريكتانجولار، هاي للسيركولار. السوليد سلودينج، السوليد سلودينج هي كميه المواد الصلبه اللي بتنزل على قاع الخزان في اليوم، على المتر المربع من قاع الخزان في اليوم. هون حاكي لنا انه في البرايمري سيدمنتيشن تانك هاي الكميه مش كبيره كثير، لانه انتبهوا اغلب الشغلات الصلبه اصلا راحت عندنا في السكرينز في الجريت ريموفال. الشغلات الصلبه اللي غير قابله للمعالجه هاي راحت، والشغلات الصلبه القابله للمعالجه كميتها بسيطه يعني مقارنه بالشغلات الذائبه. يعني اغلب المواد العضويه هي بتكون ذائبه، مش شغلات قابله للترسيب. فعشان هيك بحكي لك انه مش كثير مهم في البرايمري سيدمنتيشن تاك، لكن في السكندري هذا الحكي مهم، لانه في السكندري كل الشيء اللي كان ذائب بده يتحول لراسب. مش حكينا البكتيريا بتاكل بتثقل بتترسب صح؟ يعني هذا تبسيط للامر بس هو فعليا هيك بتحول الى بايوماس، بتحول كل المواد العضويه تقريبا تتحول الى بايوماس. عشان هيك في عندي السلج اللي طالع من السكندري سيدمنتيشن تانك اكثر بكثير من السلج اللي طالع من البرايمري سيدمنتيشن تانك. لان السكندري كلاريفاير تقريبا نفس الشيء لكن في شغلات بسيطه بتختلف. الهدف انه to separate biomass from liquid and then return biomass to the activated sludge process. اذا هون في شغله ما كانتش موجوده عندي في البرايمري سيدمنتيشن تانك، هون بدنا نرجع جزء من السلج اللي طلع من عندنا على البدايه. ليش بنرجعه؟ الروبي اللي سميناها الروبي عشان بكتيريا. فعشان هيك في شيء اسمه الاس ار تي وفي شيء اسمه الاتش ار تي. الاتش ار تي هي hydraulic retention time اللي هي التي نوت اللي هي يساوي الفي على كيو. الاس ار تي اللي هي سلج او سوليد ريتينشن تايم. السوليد ريتينشن تايم اكثر من الهيدروليك ريتينشن تايم لانه في رجوع بلف وبروح. سلج ريتينشن تايم لان الهدف منها تو ميت توتال سسبندد سوليد ديسشارج ليميت تو ثيكن سلج ان ذا اندر فلو وهكذا. التانك شيب برضه نفس الشيء، ممكن يكون سيركولر او ريكتانجولر. السيركولر عاده يستخدم في السمول تو ميديوم لارج سايز بلانتس، وريكتانجولر للبلانتس الهيوج بلانتس. في عندنا حسنات وسيئات للسيركولر وللريكتانجولر. السيركولر هاي تي اس اس ستريم ديو تو بيتر سلج ريموفال كابابيلتي. تذكروا في السيركولر في عندي انا ذراع هاللي زي التراس شكله بلف هيك وهو يلف بجمع، لكن في الهوريزنتال في عندي قشاطة بدها تمشي 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 تمشي. طبعا انت ما بتقدر تمشيها سريع، انه اذا مشيتها سريع احنا بنحكي عن بصير تتحرك، بصير عندنا ميكسينج، بلاش يصير في عندنا ميكسينج. بدها تمشي بطيء 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 بطيء. ف السلج كوليكشن في السيركولار احسن من الهوريزونتال. اذا هاي ايزي تو كوليكت سلج. هاي لوور توتال سسبندد سوليد ستريم سينس سلج هاز تو بي كاريد فور ا لونج ديستانس. ديفيكلت تو كوليكت اكتيفيتد سلج ديو تو ذا دنسيتي كلوز تو ووتر. في هاي الحاله هون مور سبيس ريكويرد في السيركولار، لانه بدك مساحات. يعني صعب تحط التنتين بجنب بعض، بدك تحط واحدة دائرية هون وواحدة دائرية هون، ففي كأنه مساحات ضايعة. لكن في الريكتانجولر ممكن تحط ستة زي اللي شفناهم بالصورة،
تحط ستة بجنب بعض ولا خمسة ولا أربعة زي ما بدك، فهيك أنت بتوفر مساحة أكثر. هاي more complex piping for inlet and outlet. إذا نرجع للصورة في السيركولر الانلت والاوتلت معقد شوي شكلها، شايفين كيف هون الانلت بده يدخل من هون، بعدين الاوتلت بده يطلع من هون من الوير، والسلج بده يطلع من هون، فمعقد شوي. في الهوريزنتال خلص هاي الانفلوينت هاي الافلوينت بس، مي ماشي هيك بتترسب منها السلج بتضلها طالعه، فالبايبنج في الهوريزنتال اسهل من الفيرتيكال. less space required زي ما حكينا، straightforward piping for inlet and outlet. تمام، هاي شكل السكندري كلاريفاير. هذا اللي على الجانب هاي اللي هي اللاوندر، وهذا اللي هو الطرف تبعه الوير، هذا هو تبعه الوير. هون بتطلع المي نظيفة، يعني اذا بتروح على محطة المعالجة بعد السكندري بتطلع هون بتكون المي صافية ما فيش فيها، لانه كل المواد العضوية تقريبا تخلصنا منها، لكن فيها بكتيريا، فعشان هيك ما بنقدر مباشرة نعيد استخدامها، ما بصير نعيد استخدامها، لازم نعمل disinfection قبل ما نعيد استخدامها. لكن بالنظر طبعا بكتيريا هي ما بتشوفها بالعين المجردة، هاي المية نظيفة. هاي هي السكندري، هاي تبعت السكندري. احنا الان احنا بنحكي عن السكندري، هاي اللي بعد السكندري. ليش جمعناهم مع بعض؟ لانه هذا سيدمنتيشن وهذا سيدمنتيشن، عشان ما نرجعلوش مره ثانيه السيدمنتيشن. احنا لسه ما بلشناش في السكندري صحيح، يعني زي كانه فشكنا خطوه على السكندري تريتمنت. في قسمين، قسم اوكسيديشن وقسم سيدمنتيشن. هذا السيدمنتيشن لانه بيشبه كثير البرايمري سيدمنتيشن، فهيك بيكون شكله. هاي الانفلوينت، هاي الافلوينت بيطلع من هون من لاوندرز، وهاي السلج كوليكتر. ديزاين كونسيدريشنز، اوفر فلو ريت، ديتنشن تايم، الفي نوت والتي نوت، هذول اهم شيء. الفي نوت تي نوت، في نوت تي نوت، هذول اللي دائما نصمم عليهم. الوير لودينج كمان بلزمنا نصمم عليه. تانك شيب اند دايمنشنز، وانت نختار سيركولر وانت نختار هوريزونتال. السوليد لودينج ريت، قديش بيكون في عندي كميه مواد صلبه. حكينا في السكندري هذا مهم، في البرايمري ما كانش مهم كثير. الانفلوينت ستراكشر، المي اللي داخله كيف ندخلها، والافلوينت ستراكشر كيف نسحب المي اللي طالعه منه، وستاج كولكشن اند ريموفال. تمام، هذا الحكي كلياته في السكندري تريتمنت. ديزاين كرايتيريا تقريبا شبيهه كثير في البرايمري، يعني ناش ندخل كثير في تفاصيل الارقام. ففي الافرج فلو عادة هاي الأوفر فلو ريت، الأوفر فلو ريت التيبيكال أوفر فلو ريت، الأفرج فلو ريت بيكون عندي من 500 ل 1100 بالجالون، طبعا احنا من 15 ل 32. البيك ديزاين فلو من 40 ل 48، السوليد لودينج كذا، تانك شيب، سيركولر، ريكتانجولر، سكوير. طب ممكن حد يحكي لي طب ماشي، هسه قبل شوي حكيت لنا انه لازم يكون شكله مستطيل عشان يكون عنده بلاك فلو، طب كيف هون بتحكي لنا انه يكون في عندي ريكتانجولر عفوا سيركولر وسكوير؟ الآن صحيح هي بتكون شكلها سكوير، لكن الستريم لاينز اللي فيها بتكون مصممة بحيث انه ما يكونش في عندي ميكسينج، يعني الستريم لاينز نفسها بتكون بلاك فلو بهالصورة هاي، يعني مش انه يكون شكله زي شكل الخزان تبع الميكسينج تانك. تمام، ايش الواحد وين؟ هاي هاي في الفوت، في الفوت بالضبط، يعني تقريبا يعني 30 قدم هي تقريبا 10 متر، من 10 الى 60. هاي من 4 الى 6. الانفلوينت اند انفلوينت ستراكشرز اند سلج كولكشن اكويبمنت، يعني في اللي هي تقريبا نفس البرايمري سيدمنتيشن تانك اللي اخذناها سابقا. الان ضل علينا بس ناخذ المثال، مش راح نبلش فيه بس راح احكي لكم عنه. هذا اذا المثال اللي راح ناخذه المحاضره الجاي. وعشان ننهي موضوع البرايمري سيدمنتيشن تانك، اذا
أول إشي في عندكم كرايتيريا، إذا كان عندي الكيو أكثر من 40,000 متر مكعب في اليوم، وإذا كان الكيو أقل من 40,000 متر مكعب في اليوم. وهذا هو المثال اللي بنصممه: Design the settling tank for the city of Stillwater's water treatment plant expansion using the design overflow rate found in example 10.3. إذن هون الoverflow rate تم إيجاده بناء على إيش؟ الآن الoverflow rate يجب توجده بناء على الـ VS، حساب الـ VS اللي هو الـ V note، بدنا نوجده بناء على الـ VS صح؟ عشان حسب الـ percent removal. إذن اللي أنتم بكم تعملوه، أنا بكون أنا اللي راح أعطيكم إياه percent removal. من الـ percent removal بدك توجد الـ V note اللي بدك تصمم بناء عليه، لأنه الـ V note هو اللي بيحدد الـ area اللي أنا بدي إياه اللي بدي أصمم بناء عليها. لأن هون على افتراض انه جايكم جاهز، بس انتم مثلا المفروض انه حسب الرسمه هاي اللي حكينا عنها، بس للمراجعه لو كان عندي رسمه هيك ورسمه هيك، مين الفي نوت ومين التي نوت؟ هاي بيرسنت ريموفال، وهاي لتحت ايش؟ لتحت شو هاي؟ تي نوت، وهاي في نوت. انتبهوا، الفي نوت علاقه عكسيه، التي نوت علاقة طردية. إذا أنتم بدكم تعرفوا من الـ percent removal كم الـ V note اللي بدك تصمم عليه. هون الـ V note معطيك إياها جاهزة. Using the overflow rate from example اللي هو هذا هو 32.5. تمام؟ بنكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية، يعطيكم العافية.